زي ما مهم لأي محل اللوكيشن بتاعه وإنه يكون بيخدم على عدد سكان كبير جدا، كمان مهم لأي دكتور وهو بيفتح عيادته إنه يكون بيخدم على عدد سكان كبير جدا. أنا النهاردة واقف في زجيد بلازا اللي في قلب الشيخ زايد. إحنا حرفيا في قلب الشيخ زايد، ممكن تبص معانا، ده الميدان بتاع زجيد اللي في قلب الشيخ زايد حرفيا، زي الديون، زي جنة، الحي التامن. في زجيد بلازا في فرايتي كتير ما بين العيادات والمكاتب وكمان المحلات اللي ممكن تأجرها أو تشتريها وتشغلها، طبعا المحلات إيجار فقط، وهتبقى فرصة جيدة جدا للاستثمار أو للتشغيل، سواء أنت كنت طبيب بتشغل مع عيادتك أو أنت صاحب عمل أو بتصاحب شركة فمحتاج لوكيشن يبقى أكسسبل للموظفين بتوعك وكمان إيمج كويسة، أو أنت محل أيا كان الحاجة اللي بتبيعها ومحتاج يكون مكان بيقدم لك سيرفيس كويسة، لوكيشن محترم، مكان متشاف، وكمان أنكورز موجودة معاك، كوستا كافيه، المحمدي، كلاسيك روك، مصطفى قمر، وبراندز كتير، دومينوس بيتزا والعزبي، وبراندز كتير جدا ذو انكورز كتير جدا هتخدم عليك لو انت بتفتح محلك او شركتك او عيادتك. انا بقى جاي النهارده تحديدا افرجكم بشكل سريع كده على زجيد بلازا، وكمان اوريكم عياده للايجار. العياده دي مساحتها 77 متر ومتقسمه 3 غرف، متشطبه تشطيب تحفه، في الدور الثاني في المبنى ده تحديدا. تعالوا نتفرج عليها مع بعض ونشوف معروضه للايجار بكام ونشوف تفصيل اكتر ونتفرج شويه على زجاج بلازا. العيادة اللي معانا النهاردة زي ما انتم شايفين كده هي مساحتها 77 متر بالظبط، متكونة كالآتي أو متصممة كالآتي. أول ما بدخل العيادة بلاقي على يميني على طول الحمام، ده بيخدم العيادة كلها طبعا، وقدامي على طول الريسبشن. الريسبشن مجهز بالكامل طبعا، هو فاضل على الفرش لأن كل واحد بيفرش على حسب احتياجاته. بدخل بعد كده بلاقي فيه 3 غرف كشف. أول غرفة بتبقى قدامي على طول، هي دي الغرفة طبعا، هي واخده فيو البلازا كله. الغرفه طبعا كبيره واخده فيو البلازا كله زي ما انتم شايفين كده. ده الميدان اللي في قلب الشيخ زايد، محمدي، وتحتي كوستا كافيه، صيدليه العزبي طبعا زي ما انتم شايفين، حتى مجهزه انها تبقى عياده اسنان وينفع تشتغل اي نشاط تاني بالمناسبه، اي تخصص تاني ينفع العياده تشتغل. طبعا تكييفات موجودة، الفاير فايتنج سيستم، الالارم سيستم، الإضاءة، التكييف اهوت المركزي مجهزة بالكامل. الغرفة الثانية معانا برضو غرفة كبيرة، برضو مجهزة ان يبقى عيادة اسنان، لانه احنا عايزين نجهزها انها تبقى تنفع لكل الانشطة طبعا. طبعا هي ده برضو بص على البلازا الرئيسية، برضو مجهزة نفس التجهيزات، فيش كتير، ممكن يبقى فيها حوض، ممكن يبقى فيها استخدامات كتير جدا، في طبعا وصلات الانترنت ووصلات التليفون. وبعد كده بلاقي الغرفة الثالثة برضو بنفس التجهيزات، بس دي بس ما فيهاش شباك، طبعا التهوية بتاعتها موجودة من التكييفات، وكمان في مكان ينفع يتعمل فيه حوض. طبعا التجهيزات كلها، ده الواي فاي والتليفونات، الفاير فايتنج سيستم، التكييف، مكان للشاشه، في كمان العداد بتاعها موجود، يعني العياده جاهزه من كل حاجه. طبعا كاميرات المراقبه كمان، ادي كاميرا مراقبه هنا وكاميرا مراقبه هنا، فالعياده مجهزه بالكامل. يعني هتاخد العياده هتبدا تشتغل فيها على طول، وواخده زي ما انتم شايفين كده فيو البلازا الجميل ده. طبعا بما اننا في بيزنس هاب كويس قوي،
وفي مول محترم جدا. هتلاقي طبعا في اسانسيرات، فاير فايتنج سيستم، تكييفات في الطرقات في كل الادوار، هتلاقي في ساوند سيستم في كل الادوار، هتلاقي فاير فايتنج، هتلاقي في حمامات عامه لكل الادوار، وهتلاقي طبعا معاك اكتر من مكتب واكتر من عياده شغالين. ودي حاجات كلها فاسيلتيز مهمه جدا ليك كمشغل نهائي. احنا مثلا دلوقتي كده واقفين في الطرقه بتاعه الدور الثالث اللي في نفس البيلدنج اللي احنا فيه. دي كده كانت العياده اللي معانا النهارده اللي كنت حابب اعرضها عليكم، وكمان تفاصيل اكتر عن ذا جيت بلازا اللي في قلب الشيخ زايد. طبعا لو حابب تعرف تفاصيل اكتر عن العياده او عن ذا جيت بلازا هتلاقي رقم بيسر قدامك على طول الفيديو، وكمان كل طرق التواصل بيا موجوده في صندوق الوصف تحت الفيديو لو بتشوفنا على يوتيوب، او في اول تعليق لو بتشوفنا على فيسبوك. اشكركم على حسن المتابعه. كان معاكم احمد لطفي، في امان الله.